الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن مبيعات البنك المركزي تذهب لمصارف المتنفذين التي تعمل على الحوالة السوداء. وقال الاقتصاديون إن ارتفاع مبيعات البنك المركزي أصبحت لا تؤثر كثيرا على سعر صرف الدولار في السوق المحلي بسبب ذهاب غالبية تلك المبيعات إلى المصارف التي يمتلكها المتنفذون والمسؤولة بشكل مباشر عن الحوالات السوداء، مشيرين إلى أن منع بعض تلك المصارف من التعامل بالدولار كان لهذا السبب. كشفت هيئة النزاهة عن قيام مديرية خزينة محافظة المثنى باتخاذ أي إجراء بخصوص الأمانات الضريبية المودعة لدى خزينة المحافظة. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن هناك مبلغا قدره 3.2 مليار دينار مضى عليها أكثر من 5 سنوات ولم تتم معالجته وتحويله كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة، على الرغم من وجود مخاطبات رسمية من ضريبة المثنى لغرض تحويله كإيراد نهائي. وأوضحت أن الفريق لم يجد ما يشير إلى قيام مديرية خزينة المثنى باتخاذ أي إجراء بخصوص معالجة وتحويل المبلغ كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة. أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة رصدها كشوفات أمانات ضريبية لم يتم إرسالها إلى مديرية خزينة ميسان لغرض المطابقة وتقييدها إيرادا نهائيا للدولة. وأشارت الدائرة في بيان لها إلى أن فريق عمل مكتب التحقيق ميسان الذي انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة كشف عن عدم قيام الهيئة بإرسال الكشوفات الخاصة بالأمانات الضريبية للأعوام 2015 حتى 2017 البالغ مجموعها 2.5 مليار دينار إلى مديرية خزينة ميسان لغرض مطابقتها واستحصال إيرادها نهائيا للدولة. أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن زيادة استهلاك الغاز السائل للسيارات من خلال المنافذ التابعة لها ومنافذ شركة تعبئة الغاز، والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بالكميات المستهلكة شهريا. وأوضح مدير عام الشركة حسين طالب أن مجموع الكميات المستهلكة والمباعة خلال شهر تموز الماضي بلغت أكثر من 20 مليون لتر لشركتي توزيع وتعبئة الغاز، فيما بيّن استمرار الشركة في تسجيل ارتفاع المبيعات شهرياً كاشفاً عن افتتاح منافذ تجهيزية جديدة في مختلف المحافظات، حيث بلغت 53 منفذاً حكومياً وأهلياً تابعاً لشركة التوزيع. قال خبراء في الشأن النفطي إن هناك ضرورة بإشراك الخبراء بمجال النفط في إعداد مسودة قانون النفط والغاز، فضلا عن مشاركة الجهات في حكومتي أربيل وبغداد. وذكر الخبراء أن تشريع القوانين في العراق يخضع للاتفاقات السياسية، لكن أعداد مسودات القوانين يجب أن تكون من الجهات والشخصيات ذات الاختصاص حتى لا تكون هناك أي ثغرات في أي فقرة من فقرات القانون. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.